وفي ذات الصدد أشار وزير المالية العزيز فايد أن المنظمة الإفريقية للتأمين تبقى من بين أهم المحطات التي من خلالها يتجسد العمل الإفريقي المشترك، نظرا لجهودها الكبيرة التي تقدمها هذه المنظمة من أجل تحسين أداء أسواق التأمين الإفريقية. وأشار الوزير أن هذا النشاط يحظى بعناية كبيرة، وذلك من خلال الإصلاحات الهيكلية التي مست هذا القطاع، لا سيما عملية تحرير سوق التأمين سنة 1995. نتابع. تعمل حاليا الجزائر على إعداد قانون تأمينات جديد يهدف إلى تحسين التنظيم وأداء سوق التأمين، وعلى تكريس مبدأ المنافسة الشريفة بين المتدخلين، وذلك سعيا إلى رفع مستوى هذا النشاط وجعله يلعب الدور المنوط به في المجال الاقتصادي والاجتماعي للبلاد، ولا سيما التغطية التأمينية الشاملة وواسعة للمنشطات الوطنية، مساهمة أكبر في تموين الاقتصاد الوطني، تقديم خدمات ذات نوعية جيدة للمؤمن له. يحظى هذا النشاط في الجزائر بعناية كبيرة، وذلك من خلال الإصلاحات الهيكلية التي مست هذا القطاع، لا سيما عملية تحرير سوق التأمين سنة 1995 عبر إصدار الأمر رقم 95/07 المتعلق بالتأمينات، الذي سمح باعتماد إلى حد الآن 25 شركة تأمين تنشط على مستوى السوق الجزائري، من بينها 11 شركة خاصة وبشركات مع مجمعات أجنبية.